حننتقل إلى تاني فقراتنا وخصصناها لحتى نحكي عن دور الشباب الفعال اليوم. يمكن اليوم سلمى اعتقدنا أنه الشباب صار يتجه باتجاه تاني يلتهي فيه عن قضايا ومجتمعاته ومشكلاته بنفس الوقت لحتى يتجه بالاتجاه التاني ويصير كل همه أنه يصيروا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى يصيروا من مستثمرين متابعيها. صحيح عفاف، لكن على أرض الواقع شفنا أنه فئة كبيرة من الشباب ما تأثرت بهذا الشيء، بالعكس كانت هاجسها الأول أنه هي تتفاعل مع القضية الفلسطينية ومع كل ما يحدث حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي كانت الوسيلة لتغيب عدد كبير من الشباب. قدروا شباب ما يظهروا نوع من الوعي والتفاعل عبر هاي المواقع. اليوم رح نحكي أكثر عن كيفية ربط الشباب بقضايا المجتمعية وغيرها أيضا من الأمور والتفاصيل اللي رح نحكي فيها ونفصلها مع ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة تغريد مسلم، أستاذة علم الاجتماع في جامعة دمشق. صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وصباح سوريا وصباح المقاومة بكل مكان. صباح الخير أستاذة. صباح الخير. يعني اليوم اعتقدنا انه الشباب صار كلها مو يصير من المشاهير ويحصد ترندات وصور وقصص، ولكن اليوم عم نشوف انه في شباب فعاله وعم تعزز دورها بالمجتمع وعم تكون جدا ملامسه للقضايا وخصوصا لهلا للقضيه الفلسطينيه ولا لاي قضايا، عم يدافعوا بشراسه وعم ينشروا وعم يحصدوا ترندات وعم يتلقوا يعني اهم الاخبار ويسعوا لنشرها. اليوم قد ايه هي المواقع ممكن انه تستحوذ على تفكير الشباب يلي من النوع الثاني يلي ممكن تكون انه كلها ما بس تحصد ترندات ممكن على شيء فاضي او تافه، خلينا نقول ممكن تستحوذ على تفكيرهم وتلهيهم عن قضايا المجتمع ومشكلاته. صحيح، الحقيقة الشباب هو جزء من المجتمع، أنا ما فيني أفصل الشباب أنه هو خارج هالمجتمع، هو ابن المجتمع وهو مستقبل هذا المجتمع، وهذا الشاب تربى في البنية الأساسية بالوحدة الأساسية للمجتمع هي الأسرة اللي عطته كل القيم وعطته العادات والتقاليد واللي بنت عنده هالمخزون المعرفي اللي هو بخليه عنده سلاح للمستقبل. في ظل هالأسرة الطبيعية وهالمجتمع الطبيعي دخلت وسائل التواصل، دخلت التكنولوجيا وبدأت تحرف هذا المجتمع من طبيعي إلى مجتمع افتراضي. بدأت الأسرة بكل أركانها من الأب والأم للأطفال لكل أعضاء اللي بيكونوا الأسرة بدأوا ينحازون إلى الواقع الافتراضي. الواقع الافتراضي كان له الأثر الكبير والهام واللي ممكن يغير قيمنا وتقاليدنا ويغير ثقافتنا بالكامل، وهذا هو غرض، هذا هو التوجه الأساسي لوسائل التواصل بحيث أنه هي تبني ثقافة جديدة، ثقافة افتراضية عامة تشمل كل العالم، بحيث أنه يكون هالأفراد أو هالمتابعين أو المستخدمي وسائل التواصل بثقافة واحدة، بسلوكيات واحدة، بقيم واحدة، وكذلك قانون ينظم هذا المجتمع الافتراضي. لكن عن تعرضنا لأول مطب لأول أزمة بنشوف أنه إحنا كمجتمع مبنيين على ثقافة جذورة عميقة في التاريخ أصيلة قوية، ما بقدر أنا ما ممكن أي وسيلة بكل سهولة تجي تقلع هالشاب من جذوره وهو تربى على أسس قوية. رجعنا بأحداث غزة والحرب على غزة، رجع المجتمع السوري أو الشاب السوري رجع لأصله لعقيدته لقيمه لمنطلقاته الأساسية بوجوده اللي بتأمن له الوجود بمكان آمن أو الانتماء لهذا الوطن وهذه القضية وهذه الأمة. مو بس أحداث غزة وحرب غزة، شفنا احنا خلال فترة الزلزال الشباب كلها بشكل عفوي انطلقت وراحت تقدم المساعدة. إذا أنا عندي شيء أساس رواسخ قوية من قيم ومعتقدات وأصول متربيين عليها بيتم الرجوع لإلى، ولو كان أنا في أشياء عم تجرفني لحتى روح خارج التيار، إلا أنه الأصالة القوية هي بترجعهم لمكانهم الصح. أكيد دكتورة تغريد، للأسف دايما بنسمع هذا السؤال تبع
كيف فينا نبعد الشباب عن الواقع الافتراضي ونجعله مندمج أكثر بقضايا مجتمعه، مع العلم أنه نحن بهذا الوقت ما بصير نسأل هالسؤال، نحن ما بصير نبعدهم. كيف فينا نخليهم يطوعوا هذا الواقع اللي هن مندمجين فيه مع قضايا مجتمعهم، ما نحسسهم أنه هن بعالم بعيد، بالعكس نخليهم نشجعهم يستثمروا هذا الشيء ليفيدوا مجتمعهم. صحيح. هي الواقع الافتراضي مو كله له إيجابيات وله سلبيات، يعني إحنا على المتمثل بوسائل التواصل له سلبيات وله إيجابيات. إذا أنا استثمرت بالشكل الصح سأحصد الإيجابيات، لكن اللي ملاحظ أنه لا يوجد استثمار وإنما مضي على وقت الفراغ. يعني إحنا بدون أهداف عم نكون على وسائل التواصل، في يوتيوب يوتيوبر انشهروا فالكل بده يصير يوتيوبر، على الانستا انشهروا فالكل ممكن أنه حتى يحصد المنافع أو الشيء المادي الملموس بأسرع طريقة وبأقل جهد ممكن. لكن أنا لما بدي وجه، إذا وجهت الشباب أنه ليستثمر وما هي المنافع اللي ممكن يحصل عليها والمشاريع اللي ممكن يأسسها، وخاصة نحن أمام قادم من الأيام اللي هو العمل حيكون كله من خلال التكنولوجيا، فإذا أنا يجب أن أعد العدة لهذا الشباب بحيث أنه يتمكن من هذه الوسائل ومن إدارتها ومن توظيفها بحيث أنه هو يستثمر بها. بشرك أنا، وخاصة نحن شفنا لوسائل التواصل إلى الدور الأكبر قضية غزة وقضية فلسطين بالعربية بشكل أعم وبشكل خاص الحرب الحالية على غزة. كثير من الفظاعات اللي ارتكب العدو شفنا انه وسائل التواصل هي اللي وصلتها، وكان إلى دور بالتأثير على الرأي العام العالمي بكل البلدان الأوروبية والبلدان المتقدمة أمريكا وكل البلدان، كانت وسائل التواصل هي اللي وصلت هي بعض الحقائق وكان لها أثر، وبالتالي شفنا مظاهرات بكل الشوارع بكل البلدان كانوا عم يطلعوا لنصرة ويناصروا أخوان بغزة أو أبنائنا وأهلنا بغزة. فإذا إلها إيجابيات. أنا لما بدي أشرك الشاب وخلي يكون هو موجود، هو مستثمر في وجوده وفي فكره، وبحيث أنه يكون في عنده منفعة سواء بأداء الطبيعي ولا أداء عبر وسائل التواصل، يجب أن أشركه بالمسؤولية. عندما يتم إشراك الشاب بالمسؤولية، المسؤولية هنا لن ينحاز إلى وقت الفراغ أو لن يذهب إلى وقت الفراغ، بالعكس سيذهب إلى أن يكون فرد فاعل في المجتمع. طيب دكتورة، خلينا ننتقل إلى أرض الواقع اليوم، كيف لحتى نقدر نعزز دور الشباب لحتى يكونوا فاعلين ومؤثرين على أرض الواقع كمان، مو بس على مواقع التواصل؟ صحيح، على مواقع التواصل، لأنه أصبح أنا عندي شيء موازي. يعني أنا بدي أوجههم وأعلمهم وعد العدة ليكونوا مستثمرين في مواقع التواصل في التكنولوجيا الحديثة، وكذلك كمان بدهم يكونوا مستثمرين وفاعلين على أرض الواقع. يعني أنا الشاب بدي أشركه بالمسؤولية، بدي أشركه بالمجتمع من خلال يكون له أدوار، سواء كانت بالمجتمع الأهلي والمجتمع الحكومي ولا الخاص، بكل أشكال المجتمع بكل أجزاء المجتمع، وخاصة المجتمع الأهلي اللي هو النافذة هامة ليفرغ فيها كل طاقاته وكل أنشطته لحتى يكون هو فاعل على أرض المجتمع. لذلك منشوفهم، يعني منشوف إحنا مع الجمعيات مع الفعاليات منشوفها كلها شباب عم تشارك. هاد هون مكان مناسب اللي هو ليفرغ يعني طاقاته أو ليبدع، هي مساحة لحتى أنا اسمح له فيي أو لأطيح له الفرصة لكي يبدع ويقدم ما هو مميز. فإذا أنا بشركه بالمجتمع، بشركه بالقرار، بشركه بالعمل، بشركه بكل أجزاء المجتمع، هون بيكون فرد فاعل ومتبني ومدافع ومنتمي بشدة، لا أن يهرب ويطلب مكان آخر ليحقق ذاته. أكيد. طيب دكتورة، خلينا نحكي شوي عن تأثير المحيط. يعني اليوم هذا الشاب أول شيء بيعمله إن كان عمله على الواقع أو عمله على واقع الافتراضي، بيشوف رأي أهله، بيشوف رأي المقربين منه، رفقاته، لما بيشوف حد عم يتمسخر عليه أو عم يستقل من قيمة شو ما كان عم بيساوي، هون بيصير في عنده ردة فعل عكسية. فقديه مهم دور وتأثير المحيط والأسرة بهذا الموضوع؟ الأسرة هي الأساس بوضع اللبنة الأساسية وبتأسيس هذا الشاب عندما كان طفل.
يعني الشاب هو نتاج ما تلقاه من الأسرة ومن المدرسة ومن الحي ومن العائلة الكبيرة ومن الأصدقاء لحتى انبنت عندي هالشخصية. فإذا أنا الأسرة هي الأساس وهي التي توجه وتقوم سلوك الفرد، بالإضافة أو هي الضابط يقوم سلوك الفرد مجموعة من القيم والقوانين والضوابط الشرعية والقانونية والاجتماعية تحكم أو تضبط سلوك الفرد وتقوم هذا السلوك، لكن الأسرة هي الأساس في من يزرع هذا السلوك الصحيح. يعني أنت لما بتزرعي بذرة أو شجرة بتزرعي البذرة زرعتيها صح وزرعتي هذا النوع سيعطيك هذا الثمار. فلذلك هون الأساس الزرع الأصيل والزرع الحقيقي اللي هو بيقع بالدرجة الأولى بدءا من الأسرة ثم ننطلق إلى المؤسسات الأخرى اللي هي مكونة إلى المجتمع. فإذا هون أنا إذا أسست ابني صح رح يكون في عندي شاب قوي قادر أنه يواجه المستقبل وسيكون فاعل في هذا المستقبل ويعطي ثمار. لكن عندما يكون هناك مجموعة من التشوهات السلوكية والاجتماعية اللي دخلت إلى حياة هذا الفرد منذ سنواته الأولى لحد ما تكونت شخصيته، هون رح يكون في عندي بعض خليني أقول يعني المظاهر السلوكية الغير صحيحة أو الغير صحية، أو خليني أقول هو سيعاني من عديد من الاضطرابات السلوكية والنفسية والصحية. فإذا أنا لما بعد ابني بشكل الصح أنا بكون يعني أطلقته إلى أو بكل أمان حطيته بالمستقبل قلت له اتفضل. يعني إذا أنا المسؤولية عم نقول المسؤولية هي إلى أساس بأنه يكون هو فاعل، فأنا بربي الطفل على من هو طفل بلش أعطيه مسؤولية وبعطيه مهام وبعطيه واجبات وبعطيه حرية بالتنفيذ وبخليه يكون فرد مسؤول وفق طبعا كل مرحلة إلى مستوى من المسؤولية ممكن أعلمه عليها وبطلقه. لأن أنه مثل ما شايفين هلأ حاليا أنه يعني الأهالي أنه أعتقد أنه تربية صحيحة أني أعطي ابني الموبايل من هو يعني بسنوات الأولى بسنوات الروضة، مو بس بالمدرسة، من سنوات الروضة وما قبل الروضة يعني عم نشوف أنه الأهالي عم يتمسك الموبايل. إذا انت يعني ما عم تربي صح، انت هذا الطفل لسه ما بيعرف شو هو، يعني انت عم تخلي مخه يكون يعتمد على انه ياخذ كل شيء جاهز وبالتالي فكره يكون مسطح، ما انك عم تشتغل على تطوير فكره على انك تخليه هو ينتج ويبدع وخليه يكون ذكي ويخليه يكون يعني ابني مخزون معرفي. لما بتركه على الموبايل وعلى وسائل التواصل اصبحت البنية المعرفية مأخوذة من وسائل التواصل، فاذا انا هون امام مستقبل خطير. يمكن هذا الشيء بيساعده لحتى بس يكبر ويصير شاب، يساعده لحتى يصير منقاد نحو الأمور التافهة أو السطحية ويصير هو موظف بمواقع التواصل الاجتماعي. اليوم كيف نحن بدنا نخلي هدول الشباب هن يوظفوا مواقع التواصل الاجتماعي لصالحهم ولأشياء تكون قيمة وبنفس الوقت يستفادوا منها بعكس ما يصير إنه هن يصيروا موظفين؟ صحيح، يعني الحقيقة مو بس لما بيكبر رح يكون منقاد، من عند بداية إدمانه على هذه الوسائل سيصبح منقاد وسيصبح فكر مسطح يعتمد على التلقين. احنا كثير بنشوف يعني شباب وصغار بتساليه 3 × 4 بضربة بيعمل على الآلة الحاسبة، بمسك الموبايل بيفتح الآلة الحاسبة، يجمع أرقام مع بعضها بشكل بسيط بيفتح آلة، هذا اسمه فكر مسطح. هون أنا ما اشتغلت على النمو الصحيح لهذا الفرد وبدأت أخليه ياخذ كل شيء تلقين وياخذ كل شيء جاهز، لا أنا بدي أخلق ثقافة الإبداع منذ الطفولة حتى تعطيني ثمار مفيدة للمجتمع أو تكون يعني إلى فائدة كتير كبيرة لإله وللمجتمع اللي هو موجود فيه. أنا لحتى يعني خليه طبعا من البداية مثل ما بقول مو بس فترة الشباب، مثل ما أنا عم وصل له بنية عم ببني عنده بنية معرفية وصل له الصح والغلط والعادات والتقاليد والقيم وكل شيء أشياء اللي الحلال والحرام، نفس الشيء أنا على مواقع الاستخدام ولا الموبايل كمان أنا بدي وجه عملية تلقيه للمعلومات. إذا أنا مصدر معلومات مصدر معرفة عم بعطيها وجهتها، فإذا بدي وجه مصادر المعرفة اللي هو عم يتلقاها من الجهة اللي أصبحت عم تطغى على الواقع الطبيعي. فإذا كيف بدي وجه أنا من الطفولة؟ أنا بوجه لا ألعاب بتنمي الذكاء عنده للأطفال، بوجهه إلى أشياء
وتنمي الإبداع عنده. بنشوف نحن كثير مقاطع لأطفال يابانيين كيف هو عم بيعلم الطفل اللي هو بالكيجي تحت سن الحضانة كيف هو عم يتصرف، إنه الأب لما عم تضربه الكهرباء يقال كيف هو عم بيجي وبيجيب خشبة وبيفصل الكهرباء عنه وهو بسنوات قليلة جدا، يعني قد لا يعي حتى نحن ممكن نستهجن انه هو بيعرف هذا الشيء، مجرد انك انت عم تعلمه بالتكرار بصير يعرف هذا الشيء، فصار يعرف يتعلم انه انا كيف متصرف امام هيك حادثة، طب انا كيف ممكن يعني انتج او استثمر او اتعلم او طور شيء. تشوف كثير من الاطفال بيقول انه انا يعني اخترعت، نمي هالثقافة عند الأطفال، خليه يخترع، خليه يشوف أشياء يعني مخترعة اخترعوها أطفال مثله، وخليه أنا وجيب له وخليه يخترع ونمي هالأشياء، ما أمنعه، ما أقول لا لا تكركب البيت أو لا تساوي. هون أنا بكون بلشت أسسه صح. كمان الشباب أنا بنمي عندهم يعني الأفكار الإبداعية وكذلك المشاريع، يبدأوا من المشاريع الصغيرة، من المشاريع اللي هي تحت الصفر ويطلقوها عبر وسائل التواصل، هاد بتأسس لهم مستقبل قوي، وهيك هو ما بيضل يتابع شو فيه تريندات وشو فيه لباس وشو فيه أكلات ولا لا، بالعكس هو بيكون عم يشوف شو فيه أشياء أفكار بناء جديدة بيوظفها بمشروعه. ونحن بنعرف هلأ عنا التسويق الرقمي من أحدث التخصصات ومن أحدث فرص العالم على مستوى العالم، بالإضافة للداتا أناليتيك. طب أنا بوجهه إلى فرص تكون هي بتعطيه مردود، وإحنا بنعرف الفرد لما بيلمس شيء مادي هذا بيخليه بيشجعه يعني إنه أنا لمست شيء، فإذا أنا هون بوجهه للأشياء اللي هي بيكون فيها إبداع وبيكون فيها عائد، إذا هون أنا عم ببني رجل مستقبل أو عم ببني شاب منتج لهذا المجتمع. أكيد. طيب دكتورة، مثل ما حكيتي التنمية والثقافة هن الأمرين يعني ما بينفصلوا عن حياة وتأسيس شخصية الفرد، يمكن في بعض الأخطاء أحياناً بيرتكبها الأهل من غير قصد بتأثر على مسيرة هي التنمية، مثل أنه بدك تتفلسف علينا انه انت صرت افهم يعني عملت شغله صرت هلا ختمت العلم مثل ما بيقولوا. هي التعابير وهي التفاصيل قد ايه ممكن هي تعيق مسيره هي التنميه الثقافيه؟ حقيقه كثير نحن من نوصل اخطاء بالتربيه دون ان ندري، يعني نحن تربينا على طريقه ولذلك بنربي ابنائنا على نفس الطريقه وكانه نحن لا نتعلم وانما فقط نتلقن وناخذ ونقلد ما نقلد ما أخذناه من السلف. فكثير من الأسر بتعتقد أنه هالطريقة بالتربية هي صحيحة وهيك يعني تربوا هن عليها، لكن بتكون فيها كثير من المخاطر وكثير من التشوهات اللي ممكن تعمل تشوه فكري ونفسي وسلوكي عند هذا الفرد، وبيطلع بتجي الثمار تجي بعد اكتمال الشخصية، بعد يعني سن النضج بنبلش نشوف الأمراض النفسية والسلوكية اللي هي موجودة، يعني بنشوف الاكتئاب وبنشوف الخجل وبنشوف العنف وبنشوف العدوانية وبنشوف الحسد وبنشوف الغيرة، كل هاد اجت من أساسها هو من التربية من السنوات الأولى اللي نحن أنا بدأت يعني عم يعني إن كانت المقارنة ولا التوبيخ أو خليني أقول النعد بصفات ما هي كلها عم تترسخ عنده بالعقل الباطن ومن ثم عم نجني ثمارها فيما بعد. طيب انا لحتى اعمل تربيه صحيحه، الحقيقه نحن بالمجتمع عندنا تقصير بهذا المجال، بحيث انه نحن ما عندنا الجهات اللي هي بتوعي خاصه من يبنون اسره جديده. عن كل شخصين بدهم يبنوا اسره جديده انت عم تبني شراكه، اذا شراكه ماديه مش شركه يعني لاي منتج، الاثنين بيقعدوا بيتفاهموا وبيحطوا شروط وبيحطوا اسس وبيمضوا عليها، فما بالك شراكه اسريه؟ الشراكة الأسرية هي أساس لمجتمع والمستقبل، فإذا أنا بده يكون يتم الاتفاق، وإذا أنا ما عندي بالاتفاق وأنا كذلك يجب أن أتعلم ما هي المسؤوليات وما هي الواجبات اللي بدي يقوم فيها. من أهم المسؤوليات إنجاب أبناء وتربيتهم، فإذا لابد من أنه يكون فيه بشكل دائم توجيه من خلال دورات تدريبية من خلال حملات توعية، بحيث أنه نحن نعلم كل أسرة جديدة كيفية التربية والتعامل مع الأبناء، نريد أن نربي لا نريد أن نقوم برعاية،
هذا هو المطلوب من كل أسرة أن تربي. صحيح. مطلوب من كل مدرسة دورة الأول هو التربية، من كل مؤسسة تعليمية دورك الأول التربية. التربية هي أساس بناء هالثقافة اللي بدنا بدها تكون ثمارة مطروحة على أرض الواقع أو بمجتمعنا. نعم. أكيد بالختام بدنا نشكرك دكتورة تغريد مسلم على كل النصائح القيمة اللي اليوم هي كتير مهمة للشباب ولحتى هنون عن جد أنه يوظفوا مواقع التواصل الاجتماعي لصالحهم بدل ما هنون يكونوا موظفين فيها وينقادوا للسطحية. شكرا كتير لإلك. صحيح، شكرا كتير إليك، وبقول لجميع الأسر ليس عيبا أن تستشير اختصاصيا سواء مرشدا سلوكيا أو اجتماعيا أو حتى نفسيا، هذا أصبح ضرورة وليس بشيء يعني عيب أو شيء معيب. صحيح. شكرا لك دكتورة تغريد ولكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها اليوم. شكرا لك. شكرا.